السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلاميذ ولا حتى أولياء تلاميذ لهم يشاهدوا فينا. معكم الأستاذة ياسمين، وإن شاء الله الفيديو تاعنا اليوم راح يكون في مادة اللغة الفرنسية، وبالتحديد راح نشوفوا لي برودكسيون إكريت اللي يقدروا يتحونا في الفصل الثاني، خصوصا السنة الخامسة ابتدائي. دونك بعد ما درنا فيزيت او موزي، معناتها زيارة إلى المتحف، وشفنا الفيديو تاع زيارة إلى المتحف، طلبتوا مني أني كذلك ندير زيارة ولا رحلة إلى المدينة ولا الريف ولا وجهة سياحية أينما كانت. دونك إن شاء الله اليوم عطيتكم دو موديل اللي تخيروا منهم أسهلهم ولا اللي جاكم مليح تقدروا تحطوه في الاختبار إن شاء الله. دونك هذا الفيديو راهو تحضير للاختبار. دونك نعرفوا لا برودكسيون خيت عليها ربعة. دونك أبنائي حطوا راسكم، واللي نقول لكم تتحفظ تتحفظ، اللي تتفهم تتفهم، مفهوم؟ دونك لا بروميير درت لكم فيزيت ا ادغار. وشنو معناتها؟ معناتها زياره الى اضرار. ملاحظه لهنا اللي تفرجونا من خارج الجزائر، اضرار هي مدينه ولا ولايه جايه في الصحراء. دونك اللي خارج الجزائر يديروا اي مدينه في البلاد تاعهم حبوا يديروا لها زياره. ملاحظة مهمة، كاين بعض العفايس اللي تتبدل، نقول لكم وشنو هي. دونك نبداو نفهمو نقراو بالعربية، وعفوا نقراو بالفرنسية والشرح باللغة العربية. دونك فيزيت ا ادغار. بوندون لي فاكونس ديفير، في لي فاكونس اللي هي عطلة الشتاء، معناتها في عطلة الشتاء، جو سوي الي ادغار، معناتها ذهبت الى اضرار. Avec ma famille, معناتها رحت ليها مع العائلة تاعي. Nous avons visité Tala. Donc رحنا زرنا تالا، وهي وجهة سياحية يتوجه لها بزاف السياح سواء من داخل أو خارج الجزائر، اللي في مدينة أضرار. دونك وجهة سياحية جميلة جدا اللي تعرف باسم تالا. دونك تالا تفكروا جاية في أضرار. إذا حبيتوا مثلا، إذا واحد دار على بشار يدير مثلا تاغيت. دونك كل مدينة ولا كل ولاية مشهورة بوجهات سياحية. دونك نكملوا مع بعض. جي فو، شفت، لو ترغي. دونك لو ترغي معناتها توارق. افيك سون جولي ابي بلو، معناتها بلباسهم الجميل الازرق، معناتها تراقا يلبسوا لباس تقليدي وجميل جدا، واسمو اللي هو اللون عفوا تاعو ازرق، مفهوم؟ لي زوازيس، معناتها الواحات، لو سابل الرمل، الى غير ذلك. معناتها عجبوني بزاف الفايس، عجبوني التوارق، عجبوني الواحات، عجبوني الكثبان الرمليه. وكما قلت لكم كل واحد يدير المدينه بما تشتهر. اوكي، دونك نكملوا مع بعض. جي ادميري، معناتها اعجبت، لي بو بيزاج، معناتها اعجبت بالمناظر الطبيعيه. جي ادميري لي بو بيزاج. سيتي فريمون مانيفيك، معناتها كانت رائعه جدا، مفهوم؟ اذا نعاودوا نقراوها مع بعض. فيزيت ادغار. Pendant les vacances d'hiver, je suis allée à Adrar avec ma famille. Nous avons visité Tala. J'ai vu le Telgi avec son joli habit bleu, les oasis, le sable, etc. J'ai admiré les beaux paysages. سيتي فريمون مانيفيك. وملاحظات اللي نقدر نعطيه لكم ابنائي، دائما كتبوا عنوان. دونك العنوان عليه نقطه. دونك فيزيت ا، وكملوا وين رحتوه او لو وينكم حابين تروحوا. دونك نبداوها دائما في عطله الصيف، في عطله الشتاء، الى غير ذلك. دونك سيو هذه ما تبدلوهاش. جو سوي الي ا، ونكمل وين رحت، معناتها ذهبت الى، وروحوا نتوما قولوا ما وين رحتوا. افيك ما فامي، دونك سوا اذا كانت رحله تاع العائله نقول افيك ما فامي، اذا كان رحله مدرسيه نقول افيك مي كاماراد ولا افيك لا ميتريس ايتترا. Nous avons visité المدينة المشهورة، قولوا زرنا المدينة المشهورة في هذيك الولاية ولا هذيك البلاصة اللي رحتوا ليها. وشفتوا جي فو، وكذلك وشفتوا، مفهوم؟ يلا مع بعض. دونك هاد الزوج سيو ما تحاولوش تبدلوهم. جي ادميري لي بو بيزاج، معناتها شفت مناظر رائعه. سيتي فريمون مانيفيك، معناتها كانت رحله مذهله، مفهوم؟ دونك كاين عفايس يتبدلو، كاين عفايس ما يتبدلوش. اوكي، هذا الموديل الاول. نروحوا للموديل الثاني ونقراوه وكذلك نفهموه باللغتين. دونك الموديل الدوزيام ولا لا برودكسيون كريت نيميرو 2، اللي هي مون فواياج الجي، معناتها رحلتي الى الجزائر العاصمه. دونك يلاه نقراو مع بعض. ليتي ديرني، الصيف
الفائت ولا الصيف المنصرم. Je suis allé à Alger. دونك ذهبت الى الجي معناتها الجزائر العاصمه. Avec ma famille معناتها رحت مع العائله تاعي. Nous avons visité معناتها زرنا la قصبه اللي هي القصبه، نعرفوها من الاعرق حي هو القصبه، موجود في الجزائر العاصمه. Le port de Sidi Fredj معناتها الميناء تاع سيدي فرج. واش شفت فيه؟ J'ai vu de petits bateaux شفت كذلك قوارب صغيره في هذا الميناء تاع سيدي فرج. Des immeubles anciens معناتها شفت عمارات قديمه تاع اللي يخلوهم للتاريخ ويشوفهم السياح كذلك. Des grands restaurants معناتها شفت كذلك لي ريستورون اللي هما المطاعم الكبيره الى غير ذلك. كذلك في الاخر شوفوا واش نكتبوا دائما. جي ادميري لي بو بيزاج معناتها شفت عجبوني هادوك المناظر. سيتي ان ليو اكسيبسيونيل لقد كان مكانا استثنائيا، مفهوم؟ دونك نعاودوا نقراوها مع بعض ونشوفوا. مون فواياج الجي ليتي ديرني جو سوي الي الجي افيك ما فامي. Nous avons visité la Casbah, le port de Sidi Fredj. J'ai vu de petits bateaux, des immeubles anciens, des grands restaurants. J'ai admiré les beaux paysages. C'était un lieu exceptionnel. دونك مفهوم ابنائي. كذلك اذا حبيتوا تبدلوا بدلوا فقط المدينه. دونك نبدل لهنا وين رحت في بلاصه الجي، نكتبوا شكم حابين ولا ما طلب منه في الوضعيه. اوكي مع من رحت سواء ما فامي مي كاماراد ايتترا. نو زافون فيزيتي واش شفنا؟ دونك واش شفنا في هذيك المدينه، مفهوم؟ وكذلك لهنا دائما قلنا هاد الزوج من المستحسن نخلوهم هاد الزوج الاخرين لانهم يضيفوا لي هذيك اللمسه ولا الجمال تاع واحد يعرف يدير برودكسيون اكريت. وبيان سور ما ننساوش العنوان، مفهوم ابنائي؟ هذه بالنسبه لما طلبتوا مني، اي عفسه واحد اخرى خلوها لي في التعليقات، نحاول اني ان شاء الله نجاوب عليها في اقرب وقت ممكن. وكيما نقول لكم كالعاده ابنائي، بارطاجيو الفيديو اللي ان شاء الله تعم الفائده، وبالتوفيق ان شاء الله.